في مساء الرابع عشر من كانون الثاني يناير عام 1991 تم اغتيال واحد من أهم الشخصيات الفلسطينية، القائد الفلسطيني صلاح خلف المعروف بأبو إياد. يعتبره الكثيرون ثالث ثلاثة كانوا أساس الثورة الفلسطينية، أبو عمار ياسر عرفات، أبو جهاد خليل الوزير، وأبو إياد صلاح خلف. كان لما الشهيد أبو إياد يطلع بده يلقي كلمة فتح في المجاز الوطنية، كانت القاعة تكون فيها من فوق الألف مؤتمر. القاعة صمت كامل يكون فيها، بدهم يسمعوا أبو إياد شو بده يحكي. لما يلقي كلمة أبو إياد الكل يصمت، الكل يطلع متفق. أبو إياد كان شيخ حركة فتح. أبو إياد يعني ظاهرة لم تتكرر. من الظلم أن نقول أنه كان مسؤولا عن أمن الثورة الفلسطينية فقط. أبو إياد كان رجل سياسي ومعروف، وأبو إياد هو الوحيد الذي كان ينهي أي جدل في كل المؤتمرات التي كانت تعقد لمنظمة التحرير أو لحركة فتح. عندما يقال كلمة فتح في المجلس الوطني كان الذي يتحدث أبو إياد، وكانت هذه الكلمة تؤخذ بالأخير وهي خارطة الطريق للمستقبل. أبو إياد لا يمكن أن يقبل ولا يسمح لأي كان عربي أن يمارس ضغوط على الشعب الفلسطيني. أبو إياد كان حامي الثورة، هو الدرع. تعدى عطاء أبو إياد قضيته الفلسطينية، حيث كان يطلب مساعدته عدد من الرؤساء والملوك. لما يحكي أبو إياد مع الدول ويروح يتفاوض والدول ويحكي، كان يسمعوا كلامه، لأنه كان يعتبروه رجل دبلوماسي من الدرجة الأولى. بعد حصار بيروت عام 1982 خرج المقاتلون الفلسطينيون وقياداتهم من لبنان وتفرقوا بين عدة دول عربية منها تونس. تونس مع حصار بيروت لم تكن فعلا خيار، هو اختيار، هو ضرورة، لأن هذا كان من الشروط الإسرائيلية والأمريكية، هو أن يبتعد المقاتلون أكثر ما يمكن عن الحدود حتى لا يشكلوا تهديدا لإسرائيل. وكان ذاك الحل هو أنه إنهاء حصار بيروت بخروج المقاتلين الفلسطينيين. بعد حصار 82 فرض علينا أن نكون في بعض الدول، اليمن، الجزائر، تونس، السودان. فكانت القيادة اختاروا بلد زي تونس لأنه ما كانش في أي ضغوطات تمارس عليهم هناك. لما قدمت القيادة الفلسطينية إلى تونس كنت في ذاك الوقت سنة 1982 صحفيا شابا في التلفزيون التونسي. ارتبطت الحقيقة علاقة ود تجاوزت الإطار المهني البحث، حتى أن المرحوم صلاح خلف أبو إياد كان يهاتفني أحيانا بنفسه. من القياديين الفلسطينيين الذين انتهى بهم المطاف في تونس مع أبو إياد هايل عبد الحميد المعروف بأبو الهول، وفخر العمري المعروف بأبو محمد. أما القاتل الذي اعترف بجريمته ووصفها بدقة في محضر التحقيق فهو حمزة أبو زيد. كان حمزة أحد عناصر منظمة التحرير الفلسطينية الذين عرف تاريخهم بالمشاكل التنظيمية، وهذا ما جعله يخرج من تنظيم فتح وينضم إلى جماعة أبو نضال صبري البنا، الذي كلف حمزة أبو زيد باغتيال أبو إياد حسب اعترافات حمزة. قال لي أبو نضال إحنا اخترناك لهالمهمة وبدك تنفذها، لازم تنفذها. قال لي أنت المناسب لهاي المهمة وهذا أمر ولازم تنفذه. بعد تظاهره بالتوبة ومحاولاته المتكررة لإثبات عودته إلى الصواب، نجح حمزة أبو زيد في اختراق منظمة التحرير الفلسطينية والعودة للانضمام لكوادرها، ثم ليعمل حارس أمن في بيت أبو الهول. قلت لأبو الهول أنا بدي أرجع وبدي أعيد علاقتي فيك وفي المنظمة،
أنا أخطأت لما هربت من عندك، وأنا موافق على أي عقوبة بدك تفرضها علي. كيف إجا عند أبو الهول وكيف ركع عند رجليه وأنا بدي أتوب ومن شان الله. ولما رجع معه وجابوا معه أبو الهول من ليبيا على تونس، ما حدش قبل يحطه يداوم عنده، فحطوا عنده في البيت من جملة الحراس اللي موجودين في البيت، وأعطاه ورعاه. ولكن شو اسمه، كانوا هدلاك عاملين له مسح دماغ، وكان بنتظر باللحظة اللي ممكن يكون فيها أبو إياد والظرف يسمع. في 11/10/1990 رجعت من ليبيا لتونس، ورجعت أشتغل حارس أمن في بيت أبو الهول. واظب حمزة أبو زيد على دوامه حسب نظام الحراسة المتبع، وانتظر لعدة أشهر يترقب زيارة من أبو إياد لأبو الهول، إلى أن جاء مساء 14 يناير كانون الثاني عام 1991. في تلك الليلة أعطى أبو إياد تعليماته لمرافقه فؤاد النجار بالتوجه لبيت فخر العمري أبو محمد. فرحنا على بيت الشهيد محمد العمري، فقال له للأخ أبو إياد، قال له أنه في يعني ضيف جاي، جاي لعندك بدي أشوفك فلان. فقال له أنا مش حابب أشوفه. قال له طب أنا وعدته، قال له اطلع في السيارة. طلع الأخ أبو محمد في السيارة وطلعنا، أنا ما كنتش عارفين أنه إحنا رايحين، إحنا رايحين عند بيت أبو محمد. هنا اختلف، قال روحوا عند أبو الهول. قرر أبو إياد أن يذهب هو وأبو محمد فخر العمري إلى منزل القيادي هايل عبد الحميد أبو الهول. وصلنا بيت الشهيد أبو الهول، دخل الأخ أبو إياد على البيت عند أبو الهول والأخ محمد، وإحنا كنا في خارج البيت تبع الشهيد أبو الهول. بعد أن استلم حمزة أبو زيد موقع الحراسة المكلفة به في تلك الليلة، انتبه لوجود سيارة سوداء مصفحة تصطف في كراج البيت. شفت سيارة سوداء مصفحة واقفة في كراج البيت، فسألت الشباب لمين السيارة، لكن ما كان جوابهم واضح. قررت وقتها أروح لغرفة المرافقين أشوف مين فيها. وأنا قاعد أنا وشاب صديقنا مسؤول المرافقين في الأيام دي، فدخل علينا شاب وإحنا قاعدين، اللي بقول لي الأخ حمزة تعرفه؟ قلت له والله مش أول مرة بشوفه، يعني ما تعرفت شيء قبل هيك. قلت له أهلا وسهلا، ضلينا قاعدين. طلع حمزة من عندنا. لما دخلت غرفة المرافقين وشفت الشباب اللي فيها، عرفت إنه أبو إياد جوا البيت. فانتهز فرصة انشغال زملائه الحراس ودخل بيت أبو الهول. دقيت على باب المطبخ، فردت علي الشغالة ودخلتني عادي، ورحت مباشرة للصالة. وهناك كانوا قاعدين أبو محمد وأبو إياد وأبو الهول. قلت مساء الخير، وجهت الرشاش لأبو إياد وبديت أطخ على أبو إياد. نط أبو محمد حتى يحمي أبو إياد، فانطخ هو الثاني. وأبو الهول حاول يمنعني، بس تصاوب هو كمان ببطنه ورجله. ساعة ما سمعنا إطلاق نار اعتقدنا أنه في، يعني في الأول أنه أحد الحراس طلعت منه أكم من طلقة بالغلط. لقينا إطلاق النار زاد، فخرجنا خارج البيت، خارج السور تبع الفيلا، وانتشرنا حوالين البيت. اعتقدنا أنه في إنزال صار زي ما صار على الشهيد أبو جهاد.
أصيب أبو إياد صلاح خلف بثلاث رصاصات تسببت بوفاته مباشرة، كما توفي أبو محمد فخر العمري إثر إصابته بعدد كبير من الرصاصات. أما أبو الهول هايل عبد الحميد الذي حاول التصدي لحمزة أبو زيد فأصيب برصاصة في بطنه وأخرى في رجله، ثم أثناء محاولته الخروج من الغرفة سقط أرضا بسبب إصابته وأخذ يجر نفسه نحو باب المنزل. شكله أبو الهول كان بده يجيب باقي الشباب فرح لباب الدار، وقع هو وكمل زحف. فتح الأخ أبو الهول باب البيت تبعه وطلع وقال حمزة قتل الأخ أبو الهول. ساعتها احنا عرفنا انه في صارت عملية اطلاق نار في داخل البيت. كان أبو الهول مصاب في الشريان اللي في رجله اللي في الورك، وهو في طريقه للمستشفى استشهد على الطريق. حاول المرافقون والحرس اقتحام منزل أبو الهول لكنهم لم يتمكنوا من الدخول. لما تأكدت من موت أبو إياد أسرعت لباب البيت، فسمعت صوت الشباب جايين، وأنا طبعا بديش أطخ أي واحد فيهم، فرجعت ودخلت البيت وطخيت كم رصاصة على الأرض وطلعت للطابق الثاني حتى أشوف إذا بقدر أهرب من هناك. بيت أبو الهول كان معمول من الحديد المصفح، لا يمكن اقتحامه. وحمزة أخذ مرت أبو الهول وبناته التنتين وطلع فيهم على الدور الثاني في البيت السكن، والسكن كان طبقين. وأنا بطلع الدرج كانت مرت أبو الهول وبنتها نازلين فخليتهم يرجعوا، ورحنا على غرفة النوم واحتجزتهم هناك. احتجزهم فوق وبدأ يفاوض التوانسة. استمر التفاوض بين القاتل حمزة أبو زيد والبوليس التونسي لساعات. حرقت جواز سفر الأردني حتى ما يعرف حدا وين سافرت، وحرقت أي أوراق كانت معي وتركت سلاحي ونزلت. صارت الاتصالات بينه وبين التوانسة فقط، أبعدونا التوانسة الأمن التونسي، أبعد كل ضباط الأمن أو ضباط الحماية اللي كانوا موجودين اللي هم يعني للأخ أبو ياد والأخ أبو الهول من حوالين البيت، وأجوا استلموا سلم حاله لهم. انتشر خبر اغتيال أبو إياد صلاح خلف ورفيقيه أبو الهول وأبو محمد، والذي كان بالنسبة للكثيرين خبرا يصعب تقبله. حينما استشهد الأخ أبو إياد رحمة الله عليه أنا كنت في لبنان ولم أصدق، وحتى أجوا الإخوان قالوا إنه أبو إياد استشهد، قلت لهم كذابين. فبيحكي معي محمد دحلان بقول لي اسمع وانت جاي تفتح الراديو، بقول له ليش شو في؟ قال يمكن الحرب بلشت في العراق وابصر شو، وبلاش هلا تتاخر علينا وتستعجل وتوقفك الشرطه ودنيا وشي، خلي الراديو مسكر. ورحت لعنده طالع الدرج، انا كان فايت ابو ايمن مصطفى المالكي الله يرحمه اللي كان محافظ قلقيليه فايت، ولا بقول الثلاثه استشهدوا، وبضرب ايد بايدي هيك بقول له أنا ثلاثة، ولأبو أيمن بدي يروجوا علي، ولا بقول لي أبو إياد وأبو الهول وأبو محمد إيش اللي تحكي؟ يعني خبر الاغتيال، يعني كل سنة الصبح باكر كنت في ذاك الوقت في قاعة الأخبار، كنت رئيس تحرير الأخبار، لم نتمكن الحقيقة
إلى أن ننتقل إلى المكان، لأنه كان المكان كان مغلق. بطلع على المستشفى محل محطين الجثمان، بلاقي طابور رايحين بزوروا، كل واحد فيهم صغيرا أو كبيرا برفع إيد أبو إياد وبدوسه. في جنازة أبو إياد ورفيقيه امتلأت شوارع تونس بأعداد من المشيعين الفلسطينيين والتونسيين. أبو إياد حتى في جنازته إن كانت فرحا أم مفرح، إن كان حزنا أم كان ناقصا، أبو إياد اللي لازم يتودع أكثر من هيك. لكن إحنا مش يعني في مكان، لا في مخيمات ولا في ما في فلسطيني إلا إجا، وأشقائنا التونسيين يعني كانوا موجودين. وأقيمت مراسم العزاء في عدة دول عربية خاصة في لبنان في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني من كل المخيمات، عملناه في عين الحلوة فأجت كل المخيمات، حتى السياسيين اللبنانيين دخلوا المخيم عين الحلوة ليعزوا في أبو إياد وهم لم يدخلوا من مرة بحياتهم، وتعاون حتى الإخوة بالجيش اللبناني فتحوا حاجز يعني، واللي يجي يعزي الواحد في أبو إياد. فأجا جاء وليد جنود الوهاب، جاء نبيه بري، جاء حتى من الذين كانوا أخصام من الكتائب أجوا. في البداية أجرت السلطات التونسية تحقيقاتها مع القاتل حمزة أبو زيد دون إشراك أي جهة فلسطينية، وبعد انتهاء السلطات التونسية من تحقيقاتها تم تسليم حمزة أبو زيد للجانب الفلسطيني. في 91 يعني فترة اللي كان فيها يد النظام تشتد، بدأت تشتد فترة نظام بن علي، يعني الأمن البوليسي كان قوي، فهذا الصراع لم يكن من السهل أنك تخترق أو تقنع جهاز الأمن الذي يعمل بالتعليمات أنك تقدر تأخذ منه بعض المعطيات أو تقوم ببحث. هذا من ناحية. الناحية الثانية، فعملنا في تلفزيون حكومي رسمي يضع أيضا عقبات كبيرة أمام أي محاولة حقيقية للتقصي والبحث. تم التحقيق معه وبعثوا لنا نسخة من التحقيق اللي تم معه، سلمونا إياها، بس يعني ما كانش في يعني تعاون بيننا وبينهم، يعني كان من المفروض انه يكون في طرف فلسطيني اثناء التحقيق معه، بس هم حققوا معه وقالوا بعثوا لنا التحقيق اللي صار معه حسب روايته هو طبعا. وبعدين بعد فتره سلمونا اياه بعد ما انهم التحقيق معه، وتم التحقيق معه مرة أخرى من جماعتنا أمن 17 كان أيام أمن الرئيس عرفات. كان اغتيال أبو إياد بتدبير وتنفيذ من جهات فلسطينية أحاطت نفسها بالكثير من الشبهات. أولا التخطيط للعملية تم في ليبيا، ابو نضال كان موجود في ليبيا، في مباركة كانت من الليبيين، وكان في خلاف بين الشهيد أبو إياد وبين القذافي. كانت هنالك خلافات، وخاصة الخلافات دار حول بعض المعارك
التي حاولت فيها منظمة التحرير الفلسطينية والمخابرات الفلسطينية التي يتزعمها طبعا أبو إياد ضد جماعة فتح المجلس الثوري لأبو نضال. صارت قبلها بفترة وتوعد أبو نضال المرحوم أبو إياد لرد الفعل، وهذا ما صار. وعلى الرغم من أن اغتيال أبو إياد تقف وراءه أيد عربية فلسطينية، إلا أن المستفيد الأكبر في نهاية المطاف هو العدو الإسرائيلي. عادة كل ما تحكي تقول إسرائيل بيقول لك بعلقوا شماعتهم على إسرائيل. لا لا لا، مستفيد إسرائيل، لأن أبو نضال صبر البنا في الأساس عميل للموساد. صبر البنا في كل العمليات اللي عملها سواء في داخل الوطن، عمره ما عمل ولا عملية، كل عملياته كانت خارج الوطن وضد قيادات في منظمة التحرير. لدينا إثباتات أن صبر البنا أبو نضال كان يتعامل مع إسرائيل، وأنا الذي خضت الحرب ضدهم وتصفيتهم في عين الحلو. أنا موجود يعني في لبنان وكل شيء، ووجدنا الأسلحة الإسرائيلية الجديدة التي لم تستعمل والملابس والكذا وكل شيء. تعددت الروايات حول نهاية القاتل حمزة أبو زيد، فالرواية الرسمية تفيد بأنه قد تم إعدامه، إلا أن هناك من يشكك في صحتها. وسألت شخصيا أنه ماذا صار فيه بعد. الأخبار التي وصلتني هو أنه أعدم ليس في تونس لكن في اليمن، هذا ما أذكره من أخبار في ذلك الوقت. يعني لم يتم إشراكنا في التحقيق معه أو حتى في أثناء إعدامه أن يكون حتى في شاهد منا. يقال أنه انعدم في المياه الإقليمية إلى الليبية. أنا مدام ما شفتش إشي بعيني أنا ما رضلني شاكك في أي إشي في الدنيا. سمعت أنه يقال عن هؤلاء الأبطال الذين خرجوا من بيروت أغناما وأبقارا من صوت ليبيا الجماهير، فهؤلاء ليسوا أغناما وليسوا أبقارا، هؤلاء رجال وخير الرجال.